بعض الأسماء اللي اخترناها لهالأسبوع، نبدأ مع ريماس، أكيد اسم مستعار، وبقية التفاصيل عندك. ريماس. ريماس انت هذا غيرت اسمك من الاسم اللي انت حطيتيه، هو نحس على اسمك هلا الثاني. طيب شو معنى اسم ريماس؟ هل دائما بيسالوني، هو البب العين داخل العين اسمه ريماس، يعني البب اللي احنا بنحمله بالعين اسمه ريماس. انت حتسافري، حضري حالك لاوراق السفر، ممكن تحملي كمان جنسيه وتحملي اقامه البلد اللي انت مسافر عليها، او ممكن انت بهيدي البلد حتحملي هيدي الاوراق ان شاء الله، وحتى عندك اشخاص رح يساعدوكي على مشروع عمل ممكن تعمليه خاص فيك. فانا بقول لك اعملي عوامات، اذا انت كنت بدوله اجنبيه حسب ما مبين بدوله اجنبيه، اعملي هيك شيء مثل كشك صغير، ما بقول لك مطعم على رصيف، هيك اعملي شكل اوروبي، واعملي عوامات. العوامات بحبوها ببلاد الغرب كثير، هيدي بيطلع لك رزق كبير اذا عم تفكري بمشروع، لان حسب ما مبين انه عندك تفكير بمشروع. صباحة بن بهية، مواليد 1/12/61 بشكل عام، وعلي ابن وحيدة، مواليد 22/3/96، عن الرزق وبشكل عام. هلا نبدأ مع علي صباح ابن بهية. صباح ابن بهية، اول شيء اسم امك قوي كثير كثير كثير، هذا اللي مساعدك يا استاذ صباح. وفعلا صباح هو للمذكر بينفعه اكثر للمؤنث، المذكر بينجح فيه، لكن الست اللي اسمها صباح بتتعب حياتها كلها. امورك ميسره الحمد لله، عندك 3 اشخاص في مقابلات مهمه، وانت حتختار الافضل، وهالثلاث مقابلات رح تختار انه ورقه عمل من بين هالاشخاص، ورح تتم عندك خلال هالشهرين ان شاء الله يا استاذ صباح. بالنسبه لعلي، علي اوضاعه النفسيه مش مرتاحه، دائما يصير عندك الكآبة، بدك تكتر من عنب الأسود أو الزبيب الأسود حتى تستقر نفسيا وهالكآبة ما تسيطر عليك. بس في بيجيك، ليش عم تعارض السفر أو انتقالك من مكان لمكان؟ لأنه في انتقال رح يكون لصالحك، بس أنا ما بدي أقول لك يلا نقول لا، أنت هذا الشيء بيرجع لإلك، فانتقل، حاول إنك تفكر بالانتقال أكثر من تضلك بمحلك. عندك نعيمة بنت يسرى، زوجة عارف ابن مليحة، الاسم عارف على الهوية، صح، ولكن بينادوه إبراهيم، عن الصحة والعمل والحياة الزوجية. ابراهيم احسن من عارف. ابراهيم هني عم بينادوه إبراهيم بس ايه الاسم عارف على الهوية. ايه عارف على الهوية انا بيه ايه، بس انه ابراهيم يمكن من صغره لانه اخذ عليه، وهو ابراهيم افضل لإلك. ودائما حط النرجس لما يطلع بكره بالربيع، خليها الست تاعتك دائما تفوت نرجس على البيت، لانه انت إلا في قصة نرجس للنبي إبراهيم، هذه في شغلة كبيرة صارت ما نحكيها هلا، بس دائما دخلوا النرجس لأنه بده يدخل الرزق على البيت، تستمروا سوا مع بعض إن شاء الله. في مشاكل حواليكم مادية وعائلية بس بتعدوها على خير بإذن الله. هدى بنت وحيدة غيرت اسمها من شهر لجنى، هل هو أحسن من هدى؟ أكيد مواليد بكثير، 19/8/98. أكيد أكيد أكيد، يعني جنى بتجني فيه، لكن هدى هو قال هدى بس ما حدا حيعيط، قال هدى حيعيط، دائما ينادوا هدى. فجنى انت بتجني المال ان شاء الله، بتعملي الشغل لك، ما بتتكلي على الزلمه ولا بتتكلي على ابوك ولا امك، بتتكلي على شغلك وزندك وجايبتك، هذا الاتكال عندك. لكن العاطفه عندك هلا شوي بعيده عنك، او صار في فراق بينك وبين احد يعني بالعاطفه، بس هيدي بتعوضيها بشخص اخر حسب ما مبيني هون. اختها اماني بنت وحيده 16/2/95 غيرت اسمها لروان بشكل عام، اكيد وهل الاسم افضل؟ وعن شراء بيت علما انه والدتها متوفيه، هل بياثر هالشيء اذا الاسم اذا الوالده متوفيه؟ لا لا ابدا ما بياثر، لانه القرين بيسمع صوتها، هي بيسمع صوت الناس، هو هلا الام ما حتسمع صوتها، صوت القرين، هذا دائما مين القرين بيسمع صوت الشخص اللي حامل هذا الاسم. فاذا هي نادت لوحدها وما حدا ناديها كمان بياثر عليها ايجابي، فروان افضل بكثير من اماني، اماني لانه دائما بيحصل عندها طلاق ومشاكل، والبيت راح تحصل عليه ان شاء الله ست روان. يسمى اسم مستعار، يسمى خليك على يسمى كمان، هلا عم تحطوا اسماء مستعاره بس اول اسماء على فكره يسمى، لانه على اسمك في نحس وفي مشاكل عاطفيه وفي اضطرابات دائما نفسيه، ودائما انت مش مشكلجيه، لكن قرينك عدائي بيكره كل شيء حواليك، بده يبعد كل الناس عنك، حتى لو نساء اطفال رجال ما بيقربوا عليكي. فخليك على يسمى واعملي الاشياء اللي انا كنت دائما اطلبها منك حتى تفتح العاطفه عندك، لانه بلش بفتكر الاسم بياخذ عليكي، وتعمل الاشياء اللي قلت لك عنها قبل، لانه مرقت معي هيدي الست قبل. شكرا جمانة، شكرا نلتقيكم لك. الأسبوع المقبل بتوقعات ورسائل جديدة.